مشروع القطار الكهربائي ال ار تي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بيعتبر الاول من نوعه في مصر والوطن العربي. يمكن احنا اتكلمنا عن الجدوى الاقتصاديه وكميه الفرص، فرص العمل اللي هيتم توفيرها لعدد كبير جدا من المصريين، بالاضافه طبعا انه من المشاريع التنمويه اللي هتخلق مدن جديده. كل هذه تفاصيل اتكلمنا عنها، ولكن خلينا نقول لحضراتكم انه ربما كل المشاريع الجديدة والبنية التحتية اللي بيتم تطويرها في مصر بيتم مراعاة ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة في المصاعد، في السلالم، في كافة هذه التفاصيل. المهندس إسلام سليم هيشرح لنا أكتر، طبعا هيكلمنا عن محطة هليوبلس الجديدة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، مساحتها، التنفيذ كمان وصلنا لحد فين. حضرتك دلوقتي احنا في محطة نيو هليوبلس، المحطة رقم 5 في مسار القطار الكهربائي، قبليها محطة الشروق وبعديها محطة بدر. المحطة هنا بتخدم مدينة الشروق ومدينة هليوبلس الجديدة ومدينة بدر. المحطة هنا مقامة على مساحة 50,000 متر مسطح، منهم 6,000 متر مسطح الانشاءات اللي حضرتك شايفاها و44,000 متر مسطح الباركنج واللاندسكيب، اماكن لصيانة السيارات اللي حوالين المحطة. الباركنج ده بيتسع لحوالي 800 عربية في الاثنين، باركنج شمالي وباركنج جنوبي. عندنا هنا في محطة هليوبلس نسبة الانجاز اللي وصلنا ليها، اولا المحطه بتتكون من مدخل شمالي والمحطه الرئيسيه والمدخل الجنوبي، يربط بين المدخل الجنوبي والمبنى الرئيسي للمحطه بنفق بطول 60 متر يعبر تحت خط مصر السويس اللي هو ايه، خط سكه حديد مصر السويس. نسبه انجاز الاعمال الانشائيه في المحطه وصلنا ل 99% منها، وشغالين دلوقتي اعمال تشطيبات، اعمال المباني وصلنا لنسبه 90% والبياض 70%، وشغالين دلوقتي اعمال دهانات واعمال تسييات للواجهات والتشطيب الداخلي بالنسبه للمحطه. ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بيتم مراعاة هذه الفئة، ويمكن احنا بنشوف هذه المراعاة وانه بيتم يعني وضعهم بعين الاعتبار في كافة المشاريع بيتم تنفيذها دلوقتي في مصر، بالاخص شبكة الطرق والمواصلات. ازاي تم مراعاة ذوي الهمم في هذه المحطة؟ احنا هنا هندسة، احنا هنا في المحطة هنا راعينا اخواتنا من ذوي الهمم بان احنا راعينا في كل التصميمات اللي عملناها للمحطة تسهيل عملية الدخول والخروج من المحطة. عندي هنا اربع مصاعد خاصة بذوي الهمم، وعندي 9 سلالم متحركة للصعود والنزول من والى الرصيف، والنفق برضو في المصعد والسلم الكهربائي اللي هياخدهم من المدخل الجنوبي يوصلهم لحد المحطة. تمام، الباركينج هنا والعربيات وانتظار السيارات مساحتها تقريبا قد ايه؟ 44,000 متر مسطح زي ما قلت لحضرتك متقسمة. ده الباركينج بيتسع لحوالي 800 عربية. تمام. مهندس اسلام، احنا بننفذ 12 محطة في نفس الوقت، ده كمرحلة أولى. تمام. احنا عندنا 16 محطة للمشروع ككل. تمام. لكن احنا بنعمل 12 محطة في نفس التوقيت. بتنفذ في نفس التوقيت وهتنتهي كمان مع بعض، ودي لأول مرة تحصل في مصر، يعني ان احنا نشوف هذا التطور وهذا الإنجاز ما حصلش قبل كده. تمام. احنا عندنا هنا المشروع في المرحلة الأولانية 12 محطة زي ما حضرتك قلتي، متقسمين على مجموعة شركات، الشركات كلها شغالة في نفس التوقيت بكامل القوة. شركات مصرية. شركات مصرية كلها شغالين بكامل القوة 24 ساعة، الوردية فيها ما لا يقل عن 200 عامل. تمام. في الوردية عشان نقدر ننجز العمل في الوقت المطلوب.